السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندي أي درجة لون وعايز أغيرها على الفوتوشوب، وليكن مثلا عندي لقطة الانتيريور ديت وعايز أغير اللون اللي قدام مني ده، كل موضوع إن أنت بتقف على أمر من أوامر السليكشن ديت، وبعدين بتدوس رايت كليك على الصورة هيطلع لك حاجة اسمها كولر رينج، بتدوس عليها وبعلامة الأي دروب اللي قدامك دي بتدوس عليها أهو، ابتدي أقدر أزود من هنا الدرجة اللي أنا عايزها لغاية ما أغطي كل اللون اللي أنا عايز أغيره. هو بيظهر قدام منك في الشاشة السوداء اللي تحت دي، بحيث انك تغطي كل اللقطة بتاعتك، وبتدوس اوكي. بعد كده بتدوس كنترول يو من الكيبورد وتبتدي تغير درجة اللون زي ما انت عايزها. دي درجة اللون اللي بتتغير قدام منك زي ما انت عايزها. في الاخر تدوس اوكي وتظهر لك درجة اللون اللي انت عايزها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.